السلام عليكم، تحية صباحية في هذا اليوم الجميل من ولاية النعامة، بالضبط بلدية تيوت، دائرة عين الصفرة، آثار ما قبل التاريخ، ما قبل الميلاد. في هذه المحطة 1300 كيلومتر عن قسنطينة، جولة سياحية مع أفراد وأعضاء الجمعية، المنظمة الغنية عن التعريف دائما. روعة المناطق الجغرافية والتاريخية لحقبات رسومات على الحائط. رسومات جدارية لما لعصر الحجري. مع حضور وفود لهذه الزيارة.